حكي اليوم عليها بالمنطقه ديال وردزات حفل يعني تكريمي على شرف شكون يشكل لك يعني حفل تكريم في مسقط الراس ديالك اللي طلبتي منه يعني في المسار الدراسي ديالك؟ كما قلت في الكلمات ديالي ما كاينش اجمل من انه الانسان يتكرم في الارض اللي كبر فيها وتولد فيها وعرف فيها اول المعارف ديالو وقرا فيها وعجبني بزاف انه سمعت شهادات ديال المعلمين واساتذه اللي قراوني هنا. هذا التكريم عنده طعم خاص لانه من البلاصه اللي كنتمي ليها بكل فخر، وفرحت بزاف انني رجعت تلاقيت بناس وسمعت شهادات ديال الناس اللي ما شفتهمش هذه سنوات طويله. كنشكر بزاف الجهه المنظمه لهذا الحفل، وكنشكر اي شخص ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه الامسيه. شنو رسالتك بخصوص الناشئ الاطفال بخصوص القضية ديال الاهتمام بالإبداعات ديالهم من أجل الانطلاق من الهامش كما قلتي للوصول للمركز؟ كنقول لكل طفل وطفلة، ماشي أنك كبرتي في ورزازات ولا حتى في القرى المحيطة بورزازات غيكون سبب أنه يكبح الميول ديالك ولا الطموحات ولا المواهب اللي عندك. يكفي أنه أنا حتى أنا ابنة مدرسة العمومية في مدينة في الهامش وصلت لأنه عندي إرادة، لأنه تبعت الميول والطموح ديالي. أي طفل وطفل يقدر يدير بحالي، يعني أنا ما درتش حاجة خارقة للعادة وإنما فقط تبعت واحد حاجة اللي كتعجبني، لأنه الواحد كينجح في داك الشيء اللي كيعجبه. كنتمنى لكل طفل وطفلة ما يحصرش راسه في واحد المجالات اللي حنا كنآمنوا بلي هما اللي فيهم الخدمة، وإنما يشوف داك الشيء اللي كيبغي هو لأنه هو اللي غيبدع فيه. شنو رايك في الاعلام المحلي بخصوص في الجهه وانت كتابعيها في المانيا على التجربه ديالو في الاشتغال؟ اذا كنت كتبعي شويه المواقع الجهويه اللي معروفه بالجهه اللي طلعت فيها المواقع كنتبعها، كاين اختيارات جيده للمواضيع، كاين بزاف المواضيع اللي كتهم الساكنه هنا. انا براسي كنحاول نكون صوت للساكنه ديال هذه المنطقه قد ما قديت يعني في المنابر اللي اشتغلت فيها. كنظن انه كاين نقص في الامكانيات وهذا كيشمل بزاف ديال المجالات في هذه المنطقه. كنتمنوا انه يعني يكون تطور اكثر، ولكن المعالجه في حد ذاتها والمواضيع كنشوف ان كاينه المنطقه غنيه بزاف بهذه المواضيع اللي ممكن نطرقوا فيها. سمازير في هذا حتى واحد الارتباط من سمازير تحتي اللي تعني المشكل ديال الاحتفال بالمسيره الجزائريه. سمازير يمكن يغ بالضبط في ساقس يعطيش الحيت الثقافة إنو ديال بالنسبة ليا يات الإضافة شخصيا ود المعارف داغوري اللان. اللغة بزور الدلم دغ هي تعرا هي تشلحيت، ولكن مع ذلك تخدم خص عرابت يعني بروفيسيونيل. بالنسبة ليا اللغة والثقافة الأمازيغية لان تلقى المواضيع ديما لان الأولوية بزاف من الشهادات من زوال الدغ شكون دايسن السنين زاد تخدمها بزاف في الموضوع الدغ. فرح بزاف شكون تكرم غير مدنينو. شكرا.